دلوقتي مع كلمة أستاذ علاء عبد الفتاح، مدون وناشط سياسي. مساء الخير. زيكم، اسكندرية برد قوي يا جماعة. الله يسلمكم. يعني اولا طبعا متشكر جدا، كلنا متشكرين جدا لمجيئتكم وانتظاركم لينا رغم تاخيرنا في البرد ده. انا عاوز اقول كلمتين عن المحاكمات العسكريه بشكل عام كده. انا حاسس انه المعركه حوالين المحاكمات العسكريه للمدنيين كانها بتلخص الثورة كلها، بتلخص استمرار الثورة بالذات، بتلخص يعني ليه النظام لسه مستمر وازاي وليه احنا لازم نكمل ثورتنا. المحاكمات العسكرية واحدة، يعني هم المجلس العسكري تسلم السلطة، تصرف على ان هو تسلم السلطة بتفويض مننا، الشعب قبل بده. كان مفروض ان هو هيتسلم السلطتين اللي كان عندنا معاهم ازمات اللي احنا اسقطناهم، اللي هم السلطة التنفيذية اللي ممثلة في الرئيس والحكومة، والسلطة التشريعية اللي هي ممثلة في البرلمان، وخصوصا البرلمان بتاع 2010 ده بالذات كان يعني فلة. فخلاص ماشي، محدش فينا طلب ان هو يتسلم السلطة القضائية، محدش فينا قال ان احنا عندنا ازمه مع القضاء المصري. في ناس في فاسدين وفي مشاكل، بس كان مطالبنا الخاصه بالقضاء هو انه يبقى مستقل عشان يقدر يطهر نفسه. وانا ورشد حبسنا قبل كده في 2006، كنا واقفين مع القضاء عشان يبقى مستقل، يعني مطلب قديم من قبل الثوره. محدش ابدا قال يسقط القضاء. فليه المجلس العسكري تسلم السلطة القضائية؟ دي كانت الاستهبالة أو الاستعباطة اللي هم عملوها، والصراحة حتى ما خدناش بالنا منها، واكتشفناها كده على غفلة. اكتشفناها على غفلة لما عمرو البحيري اتمسك من وسطينا في اعتصام في 26 فبراير، كان اعتصام في القاهرة لإسقاط حكومة شفيق، وطلع البيان الشهير بتاع رصيدنا لديكم يسمح، نعتذر رصيدنا لديكم يسمح. طبعا يعني البيان طلع كده وهو ما بيقولش هو بيعتذر عن ايه. هل رصيدهم لدينا كان يسمح بالتعذيب؟ هل رصيدهم لدينا كان يسمح بان هم بيعذبوا الناس يقولوا لهم قولوا يعيش حسني مبارك؟ ده اللي حصل في اليوم ده، الشباب تعذب وتقال له قول يعيش حسني مبارك. بعدها بكام يوم رشا من ضمن الناس اللي ما هو حسني مبارك يعني لا يموت. فبعدها بكام يوم رشا كانت من ضمن الناس، كان اعتصام 9 مارس برضو اللي هو الاعتصام اللي اسقط بقى حكومة شفيق، وقبضوا على الشباب. رشا كانت من ضمن الناس اللي قبض عليها ومن ضمن الناس اللي تعرضت للتعذيب، وده اللي بعدها في مجموعة تحولت على السجون الحربية وحصل واقعة كشف العذرية الشهيرة في اليوم ده. وهم بيعذبوهم كانوا بيقولوا لهم ارفع راسك فوق انت مصري، يعني كان في محاولة صريحة وواضحة لكسر روح الثوار. ده اللي هم كانوا بيعتذروا عنه. كان المحاكمات العسكرية هي غطاء لده، ان هو في الاول ما كانش بيعمل زي ما بيحصل دلوقتي ان هو بيضربنا ويسحبنا في الشوارع كده على النيل، او كان بيقبض علينا ويخبينا ويعذب وبعدين يرميك في السجون باستخدام المحاكم العسكرية. دي المرحلة اللي احنا عندها اكتشفنا ان هو انتزع كل السلطات بغض النظر عن احنا طلبنا ايه. وبالتالي معركتنا ضد المحاكمات العسكرية هي جزء من معركتنا لتسليم السلطة، والمذهل انها تبقى من اول المعارك اللي احنا بالخاصة تسليم السلطة اللي احنا نبتدي نحقق فيها نجاحات. انه القضية بتاعتي مثلا لما تتحول من محكمة عسكرية لنيابة امن دولة، فنصر في الضغط ونقول لهم نيابة امن الدولة ده برضو قضاء استثنائي، هو مدني صحيح لكن هو قضاء استثنائي برضو، كنا بنرفضه ايام مبارك، ما فيهوش نقض ما فيهوش ضمناتي، فنقوم تسلم القضية لقاضي تحقيق. احنا بنطالب بتسليم قضايا لقاضي تحقيق، ده انا وع الدنيا، واحنا بنقول انا مش رافض التحقيق قدام نيابة امن الدولة وبنطلب قاضي تحقيق. بسأل كده المحامين قالوا لي ده نيام عبد الناصر، اي حد يتمسك نطلب قاضي تحقيق وما يجيش قاضي التحقيق ده.
لدرجه انه لما سيد المستشار تسلم القضيه بتاعتي كان في بقى حاجات اجرائيه كده من نوع ان هم اهلي طالبين منه تصريح زياره، فهو ما يعرفش يعمل تصريح زياره ازاي. يعني هو القانون بيقول انه في قضيه تحقيق بس ما حصلتش قبل كده اصلا، ما حدش جربها قبل كده. عامل زي الطوارئ كده، احنا قاعدين بنقول الغي قانون الطوارئ، الحقيقه اللي احنا مش عارفينها هي انه الشرطه دي عمرها ما اشتغلت من غير قانون طوارئ، وهي مش هتعرف تشتغل من غير قانون طوارئ. لحسن الحظ طبعا الاوضاع عارفين ازاي يعملوا تحقيق لانه بحكم، لكن مش عارفين يعملوا الحاجات اللي هي التفصيليه دي. المهم يعني انه المعركه دي احنا بادين نكسب فيها وبادي ان هو يسلم السلطه. طيب بس المحاكم العسكريه استخدمت عشان يغطي على التعذيب، يعني التعذيب لسه مستمر، يعني التعذيب طلع اعمق مما احنا كنا متخيلين. كمان الناس كانت فاكره انه احنا هننزل نهز الشرطه هزه كده حلوه هيكسر بقى الموضوع ده وهنبتدي بقى ايه العمليه تشتغل على روقان. لا، اللي حصل انه اكتشفنا انه كان في مؤسسه تانية ما كانش لينا احتكاك مباشر بيها اللي هي الجيش، كان في عدد كبير من الناس بيحترمها. وان كنت انا شايف انه الكلام كتير على احترامنا للجيش فيه مبالغه شديده جدا، كلنا قبل الثوره كنا بنتكلم على انه الجيش فيه فساد برضه وانه الجيش فيه مشاكل برضه، لكن كان بشكل واضح بنحترمها زي ما بنحترم القضاء مثلا، انها مؤسسه فيها اكيد اصابها اشياء لكنها ما هياش زي الشرطه كده. يعني ايه الغرض الحقيقي من تواجدها ملوش اي علاقه بالكلام النظري، يعني اسمها الشرطه في خدمه الشعب لكن حقيقه وجودها هو انها تنكل بالشعب. كنا متخيلين انه الجيش مش كده، اكتشفنا انه لا، ده في تعذيب منهجي جوه الجيش كمان. طيب يعني ايه الموضوع بقى؟ الموضوع بقى انه النظام اكبر بكتير مما احنا متخيلين، النظام متوغل اكتر بكتير مما احنا متخيلين. وكل ده نقدر كل ما نمشي ورا موضوع المحاكم العسكريه كده نشوف امثله لده. فمثال مثلا لخطورة انه يبقى للسلطة العسكرية اي دور تشريعي. قانون بتاع المحاكم العسكرية هم قاعدوا يقولوا في الاول احنا بنحولش الشباب للمحاكم العسكرية بناء على قانون طوارئ، ده احنا بنحولهم فقط في المواد خاص لما يبقى مواد موجودة في القانون السلطة القضاء العسكري. في مادة كام؟ مادة 48 باين، والمادة كام بتاع في مادة في قانون القضاء العسكري بتقول انه اختصاص المحاكم العسكرية يحدده القضاء العسكري. يعني لو انت رفع قضيه نفقه ممكن هم يقرروا ان دي تروح عندهم، هم حرين اي حاجه في الدنيا ممكن تروح عندهم. ده كلام خطير جدا. لا يعني احنا ممكن نغير القانون ده النهارده، بس لو فضل للمجلس العسكري او للمؤسسه العسكريه اي قدره على انها تاثر في القوانين، حتى لو استخدموا حجه انها قوانين اللي خاصه بالمؤسسه العسكريه، ما هو القضاء العسكري قانون خاص بالقضاء العسكري بالمؤسسه العسكريه، هو حط فيه ماده تسمح له ان هو ينتزع السلطه القضائيه تماما بمزاجه، هو اللي يحدد مين يتحكم عنده ومين ما يتحكمش عنده، ويلغي تماما اي ضوابط للعداله ويلغي تماما اي استقلال للقضاء. ماشي، فيبقى بنفس المنطق ده اذا لم يسقط الحكم العسكري تماما برضو بحيث ان هم ما يقدروش ياثروا في اي قانون في اي موضوع بما فيهم امور المؤسسه العسكريه، هيبقى عندنا دايما باب يحصل منه يرجع منه النظام. اللعب في القانون ما استخدمش بس علشان هم ينكلوا بينا، انتزاع السلطة القضائية كان معناه كمان تغطية على الفساد. احنا طالبنا بقوانين كتيرة جدا تتعمل يخرها المجلس العسكري في الفترة الانتقالية دي، من ضمنهم على سبيل المثال قانون للحريات النقابية، المفروض جات حكومة وحكومة وحكومة وكلهم قالوا ان هم موافقين عليه ولم يقر. قانون انتخاب القيادات الجماعية طلع عنا معاهم، وفي طلبة كهربوا في كلية اعلام، وفي طلبة دهسوا في القاهرة، وفي طلبة دهسوا في طنطا، وفي اساتذة نزلوا مظاهرات ومش عارف ايه، علشان في الاخر يعني بالعافية كده يعملوا لنا القانون ده بعد شهور. لكن في قانون هم عملوه من عندهم كده، تعديل في القانون عملوه من عندهم كده بسلاسة وبساطة شديدة جدا، فجأة ومن غير أي إعلان لقينا في الجريدة الرسمية تعديل لقانون القضاء العسكري بيقول فيه إنه كل القضايا بجميع أنواعها الجنائية أو الأموال العامة أو أي حاجة اللي تمس شخصية عسكرية حتى لو بعد تقاعد هذه الشخصية العسكرية تنظر أمام القضاء العسكري. يعني هو عمل لنفسه غطاء انه اي فساد ارتكبه اي شخص عسكري ماشي مش هيتحاكم بجد، من الاخر كده ده معناها كده. طيب في ناس تقول لك احنا عايزين نعمل خروج امن للجيش، ده مش مساله الجيش، بصوا حواليكوا اللي ماسك مينا دمياط لواء،
اللي ماسك شركة المية لواء، اللي ماسك مش قناة السويس لواء، اللي أمين مكتب رئيس الجامعة لواء، مدير الإدارة لواء، اللي ماسك محو الأمية لواء، عملية يعني أي حاجة في كل حتة في الدنيا لواء. كل دول كل سلوكياتهم داخل مهنتهم دي ما مش من حقك ان انت تاخده للمحكمه العاديه، مش من حقك ان انت تروح بيه للنيابه العاديه. ماشي في الشارع قرر ان هو يبلطج عليك، برضه هنروح قدام القضاء العسكري. طيب ما هو ده نفس الحاجه اللي احنا ثورنا عليها، انه في ناس ممكن تعمل اي اللي هي عاوزاه ومفيش اي محاسبه ومفيش اي نوع من انواع الضوابط والروابط اللي هم بيعملوه، طالما هو مقرب من السلطه يعمل اللي هو عاوزه. ده معنى الحكم العسكري. فانا بقضيه بسيطه زي المحاكم العسكريه كده اشوف كل ده، في تعذيب وفي انتهاكات وفي تغطيه ليها وفي استمرار ليها اهو، في محاكمات استثنائيه علشان وفي تعدي على استقلال القضاء اهو، في تغطيه للفساد اهو. طيب حملتنا بقى، حمله ليل المحاكمات العسكريه برضو بتمثل الثورة كلها. حملة ليل المحاكمات العسكرية بدأت بمبادرة، بدأت بفكرة بسيطة جدا. شفنا عمرو البحيري اتخضينا، بدأت مجموعة صغيرة من ضمنهم الوجه اللي معروف يعني منى أختي، حسوا انه في حاجة غلط حصل هنا، انه المسألة دي ما هيش فقط انه ده غلطة وحصلت كده، لا، وانه حد يتحاكم في يوم ياخد حكم 5 سنين ويبقى احنا شاهدين الواقع متهمينه بسلاح وكلام، انه احنا كلنا شاهدين الواقع وعارفين انه مش ده اللي حصل، ولا يذكر بالمرة في التحقيق او في اي حاجة انه هو اتعذب، ما يحضرش معاه محامي، اهله ما يتبلغوش، كل الكلام ده، لا، ده في حاجة خطيرة جدا. فبدأوا شكلوا مجموعة ليل المحاكمات العسكرية، بدأت بس بفكرة انه طب ما احنا في محامين حقوق انسان شغالين، هنقول لهم لو سمحتوا اتعاملوا مع الملف ده، هنبتدي نشتغل اعلاميا، شغل بسيط جدا 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 جدا. كان عندنا عصامات ومظاهرات، فهنرفع فيها المطلب ده، كم بوستر، كم ستيكر، كم بانر، كم منشور، كم بيان، خطوة بخطوة خطوة بخطوة خطوة بخطوة اتبنت حركة كبيرة جدا. أهم خطوة في بناء الحركة الكبيرة دي كانت التواصل مع أهالي المحاكمين عسكريا. احنا طول الوقت الناس عندها قلق انه الثورة بتتسرق، الثورة الشعب بينصرف عن الثورة، الناس بقت بتكره الثورة، الناس العادية، الناس البسيطة ملهاش في الثورة. طيب حملة ليل المحاكمات العسكرية مين أكتر شخصية محورية فيها؟ أم أحمد. أم أحمد ده واحد من الناس اللي هم تلموا في قضايا ملاش بقى أي علاقة بالميدان والكلام ده، تلم كده هوا، وأغلب 12,000 أو 13,000 اللي حكموا عسكريا اتلموا كده هوا، تحري، حظر تجول، غتاتة والسلام، كنا في حالة قلق وخوف وفي انفلات أمني، فأي حد غريب معدي في المنطقة ممكن اللجنة الشعبية تقوم مسلمه للجيش، الجيش بدل ما يقوم يكتشف إنه هو يعني يسأله سؤالين ويسيبه يقوم مرميه ويتحكم عسكريا. طبعا ده ما كانش أخطاء، يعني احنا في الاول كنا فاكرين انه ده خلل في الاداء، اكتشفنا بعد كده انه لا، هو خدها فرصه وذريعه ان هو يخوف الشعب تاني، ان فجاه بقى عندك شعب ما بيخافش، بقى عندك شعب ركب زي ما بيقولوا، بقى عندك شعب ما بيتلمش، بقى عندك شعب مش عامل هيبه للدوله، هم بالنسبه لهم هيبه الدوله دي مش مرتبطه بالمره بالدوله دي بتقدم ايه، فيها عداله ولا لا، البني ادم اللي ماسكها ده يستحق ان هو يمسكها ولا لا، هيبه الدوله دي شيء مطلق كده، يقول لك انت بس التزم بالقانون وبعدين نشوف، زي لما يبقى انا جاي لي فاتوره التليفون وانا معترض عليه، ادفع بس وبعدين نبقى نشوف مع بعض، ادفع هبه الدوله وبعدين نبقى نشوف الدوله دي هتعمل لك ايه. فام احمد ام واحد من ضمن ال 12,000 اللي بيحاكموا عسكريا على ولا حاجه دول. الست دي من اهم المناضلين في مجموعه ليل المحاكمات العسكريه. بكل بساطة يعني هي مناضلة، هي في قلبها مناضلة، اكتشفت نفسها كده، لكن كمان قدرتها على انها توصل لباقي الاهالي مذهلة، انها موجودة طول الوقت في المحكمة وداخلة ورايحة. احنا يعني انا فاكر لما انا كنت انا جلستين اتعرضت في المحكمة العسكرية، فكان يبقى فيه هيصة ودراما عشان يدخل لي ناس يقابلوني ويبقى لا ده مقربين بس، طب خالتي ينفع تدخل ولا لا، او تفتيش بره وسيب الموبايلات ومعرفش ايه وبتاع، وبعدين ويقعدوا يحجزوا عليهم ويحطوهم في القاعة دي ويجيبوهم في القاعة دي، وبعدين لازم نستأذن من سيادة الضابط انا هقابلهم ولا لا او مش عارف ايه، وبعدين وهم بقى مكلبشني وبيحركوني من مكان لمكان، الاقي كده ايه
مجموعة ستات اللي احنا بنحب اننا نسميهم عادية ولا بسيطة ولا مش عارف ايه، قاعدين بيمرحوا في المبنى المحاكمات العسكرية، مسيطرين، بيتحركوا زي ما هم عاوزين، يمشوا من اي حتة، يدخلوا اي حتة، ويشخطوا في اي حد وبتاع. هي دي حملة للمحاكمات العسكرية، ما هياش الوشوش اللي قاعدة قدامكم على المنصة دي، هي اهالي الناس اللي انضرت، اللي قررت انها مش هتسكت. وهي دي الثورة برضو، الثورة ما هياش بس الشباب الحلو بتاع الانترنت اللي موجود في الميدان، ولا الناس اللي بتطلع في الفضائيات. احنا يعني بنعمل الحاجات دي لانه هي دي الادوار اللي احنا قادرين نساهم بيها في الثورة، لكن في ناس بتساهم طول الوقت. كل حد بيقع عليه ظلم ومرضيش ان هو يسكت على الظلم ده، هو جزء من الثورة وهو بيقاوم. أنا دلوقتي وأنا قاعد دلوقتي لما كان السيد المستشار بيتكلم، جات لي واحدة من أهالي، حد ولد اتحكم عليه عسكريا وخرج وتعذب جامد، وهي جاية تكلمني على إنها هي عاوزة تجيب حق. معرفش الأستاذة فين، إذا كانت ممكن تبقى تيجي تكلمنا. الأستاذة قاعدة معنا، وأتمنى إنها نديها الميكروفون عشان تحكي لنا على القصة. هي دي الثورة، إنه أنا ما برضاش بالظلم. طبعا ده له أمثلة كتير في حاجات كتير، انه لما انزل الاقي انبوبة البوتاجاز بخمسين ما الاقيهاش في المستودع، انا عارف ان انا ممكن اجيبها من السوق السوداء بخمسين جنيه، ويمكن في جيبي خمسين جنيه، او حعرف اتصرف. محدش يعني، حتى خمسين جنيه دي كتير قوي على ناس كتير، لكن محدش هيبيت ولاده جعانين علشان خمسين جنيه، هيتصرف ويلمهم باي شكل. لكن لما يصر انه لا مش هتصرف ومش هلمهم، وحقف واعمل مظاهرة واتخانق عند المستودع، هو ده الثور. الكلام ده شغال طول الوقت ولا يتوقف، بغض النظر الناس بيجرى في ميدان التحرير مليان ولا لا، الشيخ المحلاوي شجعنا اننا نتحرك ولا قال لنا لا ما تتحركوش، حصل ضرب نار ما عرفش فين وعرفنا نقاوم ولا ما عرفناش، في الناس مصدقه انه في نفس الناس اللي هي بتقوم بالثوره بالشكل ده، ممكن يبقى بتصدق كلام الطرف الثالث والكلام ده، بس هي ما دام هي بتقاوم في موقعها، وبالذات لما يقع عليها ظلم، بدل ما تقوم تترعب وتتخاف وتستخبى، لا بتدور على هتجيب حقها ازاي، وبتدور على هتمد ايديها في ايدين ناس تانية اتظلموا زيها وهجيبوا حقهم ازاي، تبقى الثورة مستمرة وتبقى الثورة جاية. كل ده بنتعلمه من المحاكمات العسكرية. كمان بقى الثورة ما هياش انه اي حد فينا بيقاوم لوحده. يعني لو كانت الأمهات دي بتقاوم لوحدها كان هيبقى الصورة مختلفة تماما، ولو كنا احنا بنعمل حملة إعلامية لوحدها كانت هتبقى الصورة مختلفة تماما. هو تلاقينا مع بعض، تلاقي بقى يعني الشباب الإنترنت مهم جدا ماشي، والأهالي المحاكمين عسكريا اللي بيجروا على حقوق ولادهم مهمين جدا، الناس اللي بتعرف توصل للإعلام برضو مهمين جدا، ان هما دول بيكملوا بعض. فيبقى اللي يحصل انه تتنقل للمحاكمات العسكرية من حملة حقوقية صغيرة بتجرى على يعني جنب الثورة، على هامش الثورة، لأنها المطلب الأساسي والرئيسي اللي بيترفع دلوقتي في كل اعتصام وفي كل ميدان، واللي عليه إجماع تام. وبالتالي ويبقى خلاص بقت جزء من مسألة تسليم السلطة، سلم السلطة القضائية بقى، بطل استعباط بقى، ويبقى دي واحدة من ضمن المكاسب اللي نكسبها لما يسقط شهداء تاني في أحداث محمد محمود، إنه تتنقل الملفات اللي مفتوحة دلوقتي للقضاء الطبيعي أخيرا، ويبتدي يبقى يعني حتى لما يقبضوا على ناس جديدة ما يحولهمش. طبعا كعادة يعني اللي بيحكمونا عليهم تناحة ما تتوصفش يعني، فبالتالي مش إن احنا حققنا المكسب ده، هو مش عاوز يسلم لك أي حاجة، فهو يعني دلوقتي بطل يحاكم عسكريا، بس انا لو ريحت خمس دقايق كده هيرجع تاني يحاكم عسكريا. كل هزيمة هو بتهزمها بيحاول يخليها هزيمة بطعم الجنزوري، يعني احنا اسقطنا حكومة راح جايب لنا ايه، طيب يا اولاد ما انتوا يعني بتفرضوا عليا، طب انا هطلع لكم بالجنزوري، هجيبه كده من التاريخ القديم واقوم ايه حطه قدامكم ماشي. فهو طبعا انتصار انه اسقطناه، بس هو دايما بيدور على طريقه يلتف بيها، نفس الحكايه في ملف المحاكمات العسكريه، هيدور على طريقه انه يلتف بيها، وانه ينقل القضايا لنيابه امن الدوله، دي واحده من الطرق، لانه دي برضه قضاء استثنائي، برضه ينتفي عنه صفات العداله، ان هو يفضل هو بيحول القضايا دلوقتي للقضاء المدني، بس هو مصر انه ما يعملش استقلال القضاء، مصر انه يفضل محافظ على نفس النائب العام اللي عينه حسني مبارك، اللي عك القضايا بتاعت اهالي الشهداء وبيجيب لنا البراءات دلوقتي، النائب العام ده اللي هو ياما قدمنا له بلاغات وركنها،
احنا قدمنا يعني بلاغ سيد بلال، بلاغ كنيسة القديسين، قدمنا له بلاغات في لما انتهك عرض المتظاهرات في 2005، 25 مايو 2005. طبعا قدمنا بلاغ دلوقتي في انتهاك عرض المتظاهرات في احداث مجلس الوزراء، بس اذا كان هو راكن الملفات دي كلها هو هيستمر في الكلام ده. ملف قضيتي، قضية ماسبيرو اتنقل لقاضي، والقاضي بدأ يتصرف بعدالة، وأول قرار ليه كان الإفراج عنه، وده شيء يعني عظيم جدا، وبادي التحقيق بجدية. كل الطلبات اللي طلبوها المحامين بتوعي بينفذها، إلا طلب واحد بس، إضافة أسامي المتهمين الحقيقيين للقضية، اللي هم المشير طنطاوي واللواء الرويني واللواء حمدي بدين ووزير الإعلام أسامة هيك. ماشي، فكل مكسب احنا بنكسبه، كل مكسب احنا بنكسبه هم بيدوروا على طريقة يتحايلوا عليه بيها، وكل مكسب احنا بنكسبه احنا بنحققه بدراعنا في الشارع في الارض، بنضلنا القضاء المستقل على عيني وراسي. بس هو مش القضاء المستقل لوحده مش هيقدر يحاكم الرويني ابدا ابدا، لكن لا يمكن لو كملنا في الشارع نفس القاضي ده هو غير، انا اتصور ان هو عاوز يحاكمهم، بس هو عارف ان الظروف ما تسمع. المساله لا هي قانون ولا ليها اي علاقه، المساله مساله سياسه، هي لما هتبقى القضيه قدامه هتبقى قانون، لكن المساله دلوقتي سياسه. النهارده في محاكمه مبارك وكيل النيابه طلع قال لك على يعني ممثل النيابه، اسمع شو وكيل النيابه ولا قاضي، قال انه لا 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 على فكره هم، انا رايي انه المحاكمه جاده، وده بناء على كلام اهالي المحامين الحقوقيين المتضامنين مع اهالي الشهداء. قال النهاردة انه التحريات بتاعتي بتبقى مبنية على طلبات بطلبها من مؤسسات الدولة، والتحريات دي باظت، النيابة لا تملك انها تعمل تحرياتها بنفسها. هو عشان يعرف اي معلومة، ناخد القضية انا عارفها كويس، قضية ماسبيرو، احنا عشان نعرف مين الضباط بتوع الجيش اللي كانوا متواجدين في ماسبيرو عشان نسألهم كان في رصاص حي ولا لا، او طلعت اوامر بالفض بعنف ولا لا، او طلعت اوامر بمجزرة ولا لا، لازم نبعت للمنطقة المركزية اللي هي بقيادة اللواء الرويني، ونقول له لو سمحت بعت لي جدول كده بمين اللي كان موجود في الوقت ده، وكمان انا معرفش اجيبه كقاضي تحقيق، هو معرفش يجيبه، وهما هبعت لكم استدعاء للضباط دول لازم تبعتهم لي. طبعا يعني هو عارف كويس قوي انه الرد هيجيله ايه، فهو مش هيعمل اصلا الخطوة دي. يبقى احنا لسه لازم نكمل، يبقى احنا لسه لازم نكمل علشان نحرر مؤسساتنا. قضاء محتاج ان هو يتحرر، وإذا مؤسساتنا دي وإحنا بنحاول نحررها فضلت تنحاز ضدنا، يبقى لازم نسقطها. يعني الناس اللي بتخوفنا من إسقاط الدولة، والله دولة الظلم لازم تسقط، ودولة العدل لازم تقام. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. لكن لأنه ثورتنا سلمية، وسلمية جدا كمان، وثورتنا شعبية قام بيها شعب، هو قرر ان هو يحترم مؤسساته، وقرر ان هو يحترم نخبته، رغم انه الاثنين ما يستاهلوش الاحترام، اداهم الفرصة. احنا ما هاجمناش غير الداخلية، ما هاجمناش غير الحزب الوطني، ما اقتحمناش غير امن الدولة، المؤسسات اللي احنا عارفين انها خربانة تماما 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 تماما، وملهاش اي سبب انها تفضل متواجدة معانا. الاعلام بتاع ماسبيرو ولا قناة الخمسة ولا ما هاجمناش ناحيتهم. طهروا انتوا نفسكم من جوه، انحازوا انتوا لينا، انتوا منا، وعملنا كده مع الجيش. والله كل مؤسسة من دول وكل شخص في منصب من دول الاختيار ليه هو، اذا فضل بيختار ان هو ينحاز للنظام يبقى هيجي اليوم اللي هنضطر نبقى في مواجهة معه، زي ما جاء اليوم نضطر نبقى في مواجهة فيه مع الجيش، رغم انه ده عمره ما كان هيبقى اختيارنا. اذا اختار ان هو ينحاز للشعب خلاص خلصت المسألة. نفس الحكاية بالنسبة للمؤسسات اللي احنا بنبنيها دلوقتي. احنا انتخبنا برلمان، البرلمان ده كسبته أغلبية عارفة كويس قوي يعني ايه محاكمات عسكرية، هي داءت المحاكمات العسكرية من لسنوات، وداءت مرارتها وظلمها لسنوات، وتضامننا كلنا معاهم فيها لسنوات. يا ترى هل هم أول خطوة هيعملوها لما يستلموا السلطة التشريعية ان هم يغيروا قانون القضاء العسكري بحيث يتلغي احالة المدنيين الى ده اختبار، مش احنا اللي حطينهم في الاختبار، الشعب اللي حطينهم في الاختبار.
الشعب اللي حطهم في الاختبار. انا مش بسبق وانا بقول ان هم مش هيعملوها، انا بقول ان احنا دلوقتي حاطينهم قدام الاختبار وهنضغط عليهم عشان يعملوا ده. انا مش عاوز اكسب بنت، انا عاوز اكسب تغيير حقيقي. والله لو قاموا بده من نفسهم ده يبقى شيء عظيم جدا، لو قاموا بده استجابة لضغوط مننا ده يبقى برضو شيء عظيم جدا، لو قدام ضغوطنا اصروا على استمرار المحاكم العسكرية يبقى بقى في حاجة غلط هنا، ويبقى كلنا هنكتشف مع بعض انه في حاجة غلط هنا. مش انه في حد قاعد هنا بيقول لا انا متأكد ان هم مش هيعملوا، لا ده هيبقى اللي انتخبهم اكتشف ان هم مش هيعملوا ده. طبعا عشان يحصل ده لازم نضغط بكل مطالبنا، واهمها المطالب الاجتماعية. المحاكم العسكرية لازم تجرب زلها علشان تفهم معناها، لكن انه انبوبة الغاز مش موجودة ده كلنا عارفين معناها، انه المرتبات منخفضة ده كلنا عارفين معناها. هو بنفس المنطق، انا ببني مؤسسات دلوقتي حتى لو كانوا جم لو كانت قائمة الثورة مستمرة هي اللي كسبت الانتخابات، وده كان شيء مستحيل نظرا لامكانياتنا، يعني كانوا برضو هيبقوا قدام الاختبار. وقدام الاختبار ما هواش بس اختبار نوايا، هو اختبار قدرة. هم هيقدروا ينتزعوا الكلام ده من المجلس العسكري ولا لا؟ وبالتالي الـ كل حاجة احنا بنعملها في الـ 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 في الثورة بتاعتنا هي ماشية بالطريقة دي. انا بعمل ازمات وبحط ضغوط على المؤسسات بتاعة السلطة، وبعدين حسب رد فعلها، لو رد فعلها عنيف ضدي ببتدي انا واجهها لحد ما اسقطها، لو رد فعلها بيتحايل عليا بكمل الضغط واديها بدل الفرصة 2 و3 و4. هو ده معنى السلمية عندي. السلمية ما هياش بقى لما ضرب عليا مرة انا رديت عليه ولا لا، السلمية هي ان انا ما حاولتش انتزع اي حاجة بالعافية، ما حاولتش افرض نفسي باي شكل من الاشكال، واديتك بدل الفرصة 10. والمعركتنا مع المحاكمات العسكرية دليل على ده. احنا قاعدين شغالين عليها بالهادي وبالبطيء وبالحنين، يعني بقالنا من شهر فبراير ما تحولتش الى مطلب في اعتصام موحد غير في شهر 7، وما تحولتش الى مطلب بقى خلاص لا تنازل عنه ومستعدين نموت علشان وما اعرفش ايه غير في شهر 9، غير في الاحداث الاخيره في شهر 9، وبعد في الاحداث الاخيره اللي ابتدينا نجني ثمار ده، ومستعدين نبذل كل التضحيات دي. الاستمرارها في حد ذاته ما هو كارثه، استمرار للظلم واستمرار للتعذيب. لكن احنا لينا ناس استشهدت وهي محكوم عليها عسكريا، يعني في عصام عطا اللي هو يعني مصرين ان هم يصورون ان هو بلع اللفافه برضو. عصام عطا محكوم عليه عسكريا، كان موجود في سجن مدني، عذبوه في السجن ومات منه. ف يعني دي ال 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 زي ما عشان كده انا بقول ان انا شايف ان هي المعركه في ليه هم متمسكين بالمحاكم العسكريه، ده كانه بيلخص الثوره بتاعتنا، واحنا بنواجهها ازاي كانه بيلخص الثوره بتاعتنا. هم بيستهدفوا مين كمان كانه بيلخص الثوره بتاعتنا؟ هم في الاول حاولوا ان هم يستخدموا المحاكم العسكريه عشان يقمعوا اضرابات العمال واضرابات الموظفين والاعتصامات اللي هم مسمينها فئويه، اللي هي زي الاعتصام موجود عند مكتبه الاسكندريه عشان تطهير المكتبه، او الاعتصام اللي نزل قدام مصنع موبكو علشان يوقف تلويث الميه والارض والهواء. كل الحاجات دي هم عملوا قطع القانون، ده برده كان واحد من القوانين القليله اللي هم عملوها، بيتعامل مع اي اعتصام او اضراب معطل للعمل على انه هو يعني جريمه يغلظ عقوبتها وينفع تحاكم عسكريا. ما قدرش يستخدم القانون ده غير تقريبا مرتين بس. قوه الحركه الاجتماعيه كانت قويه جدا لدرجه ان هو لم يجرؤ ان هو يستخدم القانون ده بعد كده تاني. ويعني حتى استخدامه للقوة والعنف والضرب النار والمدرعات وكده قدام الاحتجاجات الاجتماعية دي قليل جدا، رغم انه في الغالب الاحتجاجات الاجتماعية بيشارك فيها اعداد اقل من المظاهرات اللي في التحرير مثلا. بس هو عارف كويس قوي يعني هو لما بيضربنا في التحرير ولما بيضربنا في مسبيرو ولما بيضربنا في مكان الفلاني يمكن الناس تنزل وتغضب عليه ويمكن لا، لكن هو لو جاء على الناس في دمياط اللي نازلة بتدور على ان ولادها طالعة مشوهة ومسمومة بسبب المصنع وضربهم، هو حاول ان هو يعمل ده، الرد الفعل الشعبي هيبقى بقوة لدرجة ان هو لن يتحمل. ماشي. الـ انا اسف، انا نسيت اللي انا محضره بسبب الطريق. فكمثال اللي هو حاول يستخدمها ازاي. الامثلة التانية قضية ماسبيرو، هو حاول ان هو يستفرد بناس هو اعتبرهم ضعاف اقباط ما يفرقوش في حاجة،
هو عمل قضية ماسبيرو دي ليه؟ هو ليه خد مسيرة ماسبيرو دي كانت الوحيدة اللي واخدة تصريح يعني مظاهرة راحت خدت إذن. دي حاجة ما حصلتش. احنا يعني القانون بيقول ان انت من حقك تروح تاخد إذن بس هو كان دايما بترفض. فاحنا بعد شوية بطلنا نعمل الكلام ده. كلام ده من قبل الثورة بكتير. احنا دلوقتي في ثورة قانون ايه وبتاع يعني التفاصيل. هروح استأذن من الداخلية نعمل مظاهرة كلام يعني تهريج يعني. فدول بقى راحوا استأذنوا من الداخلية ان هم يعملوا مظاهرة. راح ضربهم وفض المظاهرة بالعنف. وبعدين راح قبض علينا ومتهمنا ان احنا اللي قتلنا الناس. فلا دي مش هتمشي. فقالك لا في طرف ثالث اللي قتل الناس بس انا برضو ماسكهم وقبض عليهم ومتهمهم ان هم اللي ضربوا الجيش. يعني هو مصر انه في طرف ثالث ومصر ان احنا ضربنا الجيش برضو. هي ايه فيهم حدوته مش مفهومة. لكن هو كده هو كمان بيستخدم المحاكم العسكرية عشان يغطي على جرائم. هو بينزل ويرتكب ضدنا جرائم وبعدين يوم يحول الناس للمحاكم العسكرية علشان يتطرمخ على الموضوع. حتى لما بنزنق سميرة والموقف الشجاع جدا بتاعها وبتاع أسرتها وصلت المسألة من إنكار والناس كلها بتنكر وبتخوض في عرض البنت لحد إنه في حكم من مجلس الدولة كأنه بيؤكد شرف البنت. ماشي طيب. فهو رد فعله للحكم ده إيه؟ رح قالك طب خلاص بقى أنا اللي هحاكم. هو حصل كشف عذرية وأنا اللي هحاكم. ما يكونش انتوا دعوة. مش من حق سميرة تحضر تشوف المجني عليه. مش من حقه أصلا يحضر يشوف المتهم اللي بيتحاكم ده هو اللي اعتدى عليها ولا لا. مش من حق أي حد يمثلها. وبعدين تقوم تتحول التهمة لفعل فاضح في الطريق العام. هي فعل فاضح يعني مش في الطريق العام بس يعني حاجة مسخرة. ولكل النساء اللي قاعدين هنا أنا عاوز أقول لكم أنه التهمة دي أقصى عقوبة ليها سنة. ولو قرر ان هو ما يعاقبش بالحبس اقصى غرامه 100 جنيه. لو كشف على عذريتكم غرامه 100 جنيه من الاخر. هو ده الموضوع. ده معنى استمرار حكم العسكر وده معنى استمرار المحاكمات العسكريه. وانتوا يعني انتوا تقدروا تتصرفوا بقى مع اللي بيقول لكم 100 جنيه. انتوا ادرى بيه. احنا اللي هندفعها شكلنا كده. ماشي. ده برضو مثال. المثال الثاني اللي هو عمرو البحيري. طب خلاص يعني احنا اكتشفنا الموضوع وعملنا الحمله وفرضنا عليك انك تفرج على الناس كتير جدا بما فيهم ناس انت متهمهم ان هم قلبوا دبابات ومش عارف عملوا ايه والكلام السوبرمان اللي بيتقال عليا ده. سيب بقى عمرو البحيري يعني ماسكه ليه؟ ماشي. لا هو عارف انه ده هو بقى يخصنا. هو يعني احنا بيحكمنا عيال يعني. هو عارف انه يخصنا. عارف ان هو ده اللي الهمنا وده اللي بدات من اساسه الحركه. فمش حسيبه. قاعد يماطل وما يصدقش. قاعد ما يصدقش على الحكم فتره طويله جدا. وبعدين احنا المفروض في اجراء اسمه طعن في المحاكم العسكريه. ده يعني ايه؟ السيد المشير ممكن يتفضل ويرضى عننا ويسمح باعاده محاكمه. فتفضل وسمح باعاده المحاكمه. قاعدين بياجلوها ما بتتعملش. بيزلوا فينا بيطلعوا روحنا عشان انا هسلمك حاجه بس يعني على ما اسلمها لك هتكون انت استنزفت واستهلكت وخربت انا اي شيء انا ممكن اخربه في نفس الوقت. وهو ده اللي هيجرى. هو في الاخر هو هيسلم السلطه في يوم من الايام بس هيكون خرب الاقتصاد وخرب المؤسسات وورط الجيش في كوارث وقوم الناس على بعض وعمل كل اللي هو يقدر يعمله عشان يسلمها كده ايه خربانه ونقعد احنا لابسين فيها نشوف هنصلحها ازاي. شوفوا ازاي من بس موضوع المحاكمات العسكرية انا شايف كل اللي هو بيعمله. ماسك في مايكل نبيل قضية رأي يعني الحكم بتاعه هو سب وقصف القوات المسلحة. ولما تروح تشوفوا التدوينة اللي هم معتبرينها سب وقصف القوات المسلحة هتلاقوا بيتكلم فيها على الانتهاكات اللي ارتكبها الجيش. نفس الكلام اللي هيتعرض دلوقتي في كاذبون. ما بيعملش اي حاجة مختلفة. هو استفرد بيه لانه الولد له اراء غريبة وفيها شطط وهو عارف انها مرفوضة وسط المجتمع. وعامل لك بلبله كده. الناس فاكره ان هو بيتحكم على الاراضي. هو ما بيتحكمش على الاراضي. ماشي. بيجرب نفسه بيجهز نفسه يمكن عشان لما اجيب واحد تاني واحكمه بعد كده تقولوا ما كلهم بتوع كذا. زي ما هو عمال يقول ايه ده كل بتوع 6 ابريل دول بتوع التمويل وكل وبعدين كل حد 6 ابريل كمان عشان يعني ايه لو عرف يثبت على 6 ابريل يبقى يلا بقى كلكم تعالوا مع بعض. الاشتراكيين الثوريين دول بتوع هدم الدوله وحرقها وبعدين خلاص يعني اي حد بيتكلم على العداله الاجتماعيه ها هم دول بتوع الاشتراكيين الثوريين يلا ايه تعالى معانا في القضيه وهكذا. صامبو معرفش تعرفوا صامبو ولا لا. بطلنا في كان في الموجه الثانيه للثوره ما كانتش اللي فاتت دي. الموجه الثانيه كانت 28 يونيو كان في معركه برضو في محمد محمود برضو قالوا عليها بنقتحم الداخليه برضو راحوا ضربوا كان ضربوا المره دي بدل المصابين اهالي الشهداء. ودي كان اول مره ظهور ابطال الموتوسيكل الشباب اللي بيعمل اسعاف شعبي. طبعا دول شباب جاي من مناطق شعبيه
شكله زي الشباب اللي جاي من مناطق شعبيه، سايق مكان جديد وعمال بيعمل بيه، هختم دلوقتي، وعمال يعمل بيه حركاته، لكن دي شباب مناضل ومقاتل وبيضحي بحياته علشان ينقذ المصابين في معركه خطيره زي دي. ماشي، هو حاول ان هو يركز عليهم زي ما ركز على اطفال الشوارع كده في الاحداث الاخيره، يركز على دول ويقول لك بص بقى اهم صيعه، اهم على اساس انه الصيعه مثلا ما لهمش في الثوره، اذا الصيعه ما لهمش حقوق في البلد. ماشي، فصامبو كان من ضمن الشباب اللي من الاحياء الشعبيه اللي نزل يقاوم الشرطه معانا يوم ما احنا نزلنا نقاوم الشرطه. ماشي، هو عارف ان هو مش في اليوم ده في اللحظه دي كان مفضوح، فعارف ان هو مش هيقدر يقبض على الناس اللي زينا، فقال خلاص انا هستفرد بده وانكل بيه. استمرار المنطق ده هو استمرار كمان للطبقية اللي في المجتمع. احنا قمنا بثورة عشان نلغي كل الظلم، احنا قمنا بثورة علشان نقول عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية. فالاستمرار المنطق ده خطير جدا، وهو قاعد بيحاول يستخدم ادواته وعلى رأسها المحاكم العسكرية علشان يرسخ المنطق ده. بالعكس يعني ايام حسني مبارك المخلوع كان لما يحصل لوقع التعذيب ونمسكها عليهم يوم يقولك ده سلوك فردي. دلوقتي بقى بيطلع ناس صراحة في التلفزيون ويقولوا دول بلطجية سيبونا نعذبهم براحتنا، ويثبت ان هم بلطجية بانه يدلل على رقة حالهم، يدلل على فقرهم. يعني هو من الاخر عاوز يقول للناس المستريحة زينا، او المستريحة نسبيا، ما حدش فينا مستريح طبعا، عاوز يقول للناس المستريحة نسبيا زينا إيه البلد مليانة حوش، ناس مش لاقيه تاكل، خافوا منهم وخلونا احنا نحوش عنكم، زي ما هو بيقول لنا، زي ما هو كان في فتره الاسلاميين هيجوا ياكلوكم، ما تخلونا احنا نبقى موجودين عشان نحوش عنكم، وبعد شويه اطفال الشوارع موجودين، خلونا احنا نحوش عنكم، اي بعبع والسلام. بس البعبع الخطير ده بتاع انه الفقراء هياكلوكم، انه في ناس ما تجيش غير بالطريقه دي، ده للاسف بيكسب، ده للاسف في ناس بتصدقه، وده خطير جدا. ودي اخر حاجه انا يعني عاوز اختم بيها، انه يعني مدام قضيه المحاكمات العسكريه بتورينا كل ده، هي برضو بتورينا التفاوت في تعاطفنا. انا ما مريتش بحاجه اصعب ولا خدتش موقف اقوى من كل اللي اتحاكموا عسكريا. انا اتعمل لي الحمله اللي اتعملت دي، وانا يعني تستقبلوني الاستقبال الحار ده اللي هو طبعا ودعواتكم وحبكم هو ده الحمد لله خرجني من السجن، وهو ده اللي خلاني اقدر اتحمل تجربة السجن. بس في 15,000 او 12,000 او 13,000 احنا ما نعرفش اتحكموا بنفس الطريقة، من ضمنهم على فكرة ناس اللي هم كانوا المفقودين بتوع الثورة اللي احنا مش عارفين هم فين، يعني في ناس من اللي كانوا بيدوروا على اولادهم فاكرينهم شهداء، بيدور بس على جثمان يدفنه، لا ابنه طالع له بعد كام شهر بيقول له انا كنت في السجن الحربي. في على الاقل 4,000 او 5,000 منهم لسه موجودين في السجون دلوقتي، محتاجين تضامنكم زي ما انا كنت محتاجه. هم بيحاولوا يخلونا متفرقين، هم بيحاولوا يرسخوا النظام بتاعهم، والنظام بتاعهم اهم حاجه فيه كان انه كل حد بيدور على مصلحته لوحده. احنا زي ما بنقاوم المحاكمات العسكريه باننا نصر على قضاء مدني عادل ومستقل وناجز، وزي ما بنقاوم باننا نضغط عليهم ونضغط كمان على المؤسسه اللي هتستلم منهم لما يسلم، لازم نضغط على نفسنا وعلى مجتمعنا انه نبقى ايد واحده بجد. وايد واحده بجد ما هياش ان انا اطفى، ان انا اقول الله المسلم والمسيحي والفقير والغني مع بعض في ميدان التحرير. هم مع بعض بره ميدان التحرير ولا لا؟ هو ده السؤال. شكرا لكم.